ندخل في اخبارنا على طول، خلينا نقول لحضراتكم انه كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي اعرب عن سعادته طبعا بالفوز على المريخ السوداني بثلاثيه نظيفه في افتتاح مشوار الفريق بدور المجموعات لدوري ابطال افريقيا، واكد ان الفريق اللي بينافس على البطولات لازم يبذل مجهود كبير جدا دايما. وجه عبد الحفيظ الشكر للاعبين على المجهود اللي قدموه خلال المباراه، وقال ان هم خاضوا مباراه قويه جدا وظهروا بشكل جيد جدا طول المباراه، وان الشوط الثاني كان فيه تفوق واضح للاعبين. صحيح، خليني اروح للمحطه اللي جايه ان شاء الله، وهي محطه ليست سهله على الاطلاق على الرغم من تواضع تاريخ سيمبا في المنافسات، لكن وجوده في النسخه الحاليه الحقيقه معاه سكواد محترمه جدا، واعتقد ان المواجهه على ارضه مش هتكون سهله بالشكل اللي احنا متوقعينه. النهارده الفريق عمل مسحه طبيه وعمل تطعيم كمان استعدادا للسفر لتنزانيا. زي ما قلت لحضراتكم الفرقه ان شاء الله تسافر يوم الجمعه على طائره خاصه في رحله هتستغرق حوالي 5 ساعات استعدادا بقى لمواجهه سيمبا في تاني محطات منافسات دوري ابطال افريقيا، والمتوقع ان شاء الله او مش المتوقع اللي هتكون ان شاء الله يوم 23 فبراير الثلاث اللي جاي.